النواب كان الجميع ليهم طلب جماعي وهو ضرورة فتح المتحف ده في أسرع وقت، وفعلا بالفعل احنا عملنا التجليد الحديد اللي شايفينه على الواجهة ده عشان يأمن الواجهة، عملنا الإضاءة، أجهزة إنذار، أجهزة إطفاء، بوابات إلكترونية، الفاترين، وتحول إلى متحف موقع، متحف صغير مساحته حوالي 1200 متر، مساحة العرض فيه 500 متر مربع. والنهاردة بنفتتح المتحف وهنفتحه للجمهور والأهلنا لمدة أسبوعين مجانا عشان يجوا يتعرفوا على الحضارة بتاعتهم. وإحنا الحمد لله إن ربنا يقدرنا ويقدر زميلاتي وزملائي في وزارة الآثار على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. يعني ناخد أسبوع زي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي، السبت اللي فات أعلنوا عن كشف لفت انتباه العالم كله إلينا في محافظة ألمينيا، أول امبارح فخامة رئيس الجمهورية تفضل بافتتاح متحف آثار مطروح بالفيديو كونفرنس، النهاردة الحمد لله متحف في تل بسطة. فده بشكر من خلالكم فعلا العاملين في وزارة الآثار على المجهود كبير ان هم بيفتحوا الحمد لله يعني مشاريع متوقفه من سنوات طويله، وبشكر اللي هم كانوا اصحاب الفضل في العمل هنا من 2006 ل 2009، وبشكر معالي المحافظ والساده النواب لان لولا متابعتهم المستمره للموضوع انه لازم يفتتح، وكان حتى كنا كلنا متفقين على نهايه 2017، ولكن الحمد لله يعني جت في بدايه مارس، وقريب ان شاء الله بدانا شغل بعثات في منطقه صن الحجر، واللي هي محتاجه فعلا تطوير كبير جدا يليق بهذه العاصمه الاخرى والمدينه اللي كان بيسموها طيبة الشمالية أو الأقصر الشمال من أهميتها. فربنا يقدرنا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية كمان تشهد افتتاحات أخرى بإذن الله إن شاء الله. سير العائلات المقدسة وأيضا سيدنا يوسف عليه السلام عاش فيها وغيرها من الرسل، فكيفية استغلال هذه النوايا من السياحة لجذب مشاريع مختلفة من السائحين؟ احنا دورنا في وزارة الآثار ان احنا تجهيز البنية التحتية لأي حاجة هتطلب مننا، أي تطوير أي ترميم احنا مستعدين ان احنا نعمله. أما فيما يخص الترويج والرحلات السياحية فأنا واثق ان وزارة السياحة هتستثمر كل الافتتاحات والاكتشافات دي كلها بالطريقة الأمثل، وفي تنسيق بيننا في هذا الشأن على أعلى مستوى إن شاء الله. وبشكر حضراتكم، شكرا على الوزير في أعقاب صورة 25.